ختمه على الاسم واي دائره؟ محمد خليل قنبر الدائره الخامسه. محمد خليل قنبر الدائره الخامسه، تفضل. اول شيء احب اتقدم بالشكر حق سيدي صاحب السمو امير البلاد ان اعطانا احلى هديه، اعطانا هديه احنا ما كنا نحلم فيها. الهديه هذه احنا نحطها على راسنا اللي هي مرسوم الصوت الواحد. طبعا انا احس بنفسي ان في بعض المرشحين قالوا ان عندنا هالمرسوم هذا بضاعه وراح نرد هالبضاعه، لكن انا احب اوجه رساله حق هذا المرشح. البضاعه اللي انت قلت عنها راح نرجعها، لا احنا نعتبرها هديه وقبلناها من صاحب السمو، والبضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. وهذا الكلام هذا اللي انقال في ويهيج الشارع، هذا السبب اللي خلاني انا اصر اني اترشح اليوم. اول شيء تلبيه لدعوه السيد صاحب السمو، ثاني شغله المرسوم الصوت الواحد هذا غير وايد مفاهيم، يخليني انا الحين انزل انتخابات وانا احس اني حر، مواطن كويتي حر.